الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حي يا قيوم أسألك أن تحيي قلبي بالحسين الوجيه عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. مالي إذا وضع الكتاب وسيلة أنجو بها من حر نار الموعد. مالي إذا وضع الكتاب وسيلة ننجو بها من حر يوم الموعد إلا التمسك بولاء آل محمد. نعذب الله منها شربا حب الوصي. نعمة كبيرة. نعمة كبيرة أن نكون على هالمنهج وهذه الطريقة. لا عذب الله منا شربت حب الوصي وودتني في اللبن وكان لي والد يا أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. وارحمنا بمحمد وآل محمد. ثبتنا على ولايته والبراءة من أعدائه يا كريم. نأخذ الوقت في مجال محاضرتنا هذه الليلة بهذه المناسبة الجليلة والتي عنوناها بعنوان
كيف تخلص طفلك من الخوف؟ ربما البعض يقول هذا ما مناسب إلى المناسبة، مناسبة مولد الإمام الباقر. نقول بأنها مناسبة ولها ارتباطات كثيرة ولها اتصال كبير، لأن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يريدون أن ننشئ أناس يحملون الصفات الكمالية التي تؤهلهم إلى أن يكونوا في مصاف وفي تعداد أهل البيت. لذلك يقول مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه، له أحاديث كثيرة، وصايا كثيرة عديدة، بس هذا الحديث يقول مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه: الكمال كل الكمال. تبحث عن الكمال، تريد تبعد عن نفسك النقص. مولانا الإمام الباقر يجي يوجهك إلى موارد الكمال، مواطن الكمال، أساسات الكمال. الكمال كل الكمال في إيش يا ابن رسول الله؟ قال: في التفقه في الدين وحده، والصبر على النائبة الثانية، والتقدير في المعيشة. قبل أن ندخل إلى الحديث في هذه الليلة عن هذا العنوان، والتي هو بحاجة إلى الكثير من الكلام والحديث والتواصل، لأنه يحتاج إلى بث ثقافة واسعة عند النساء وعند الرجال، عند الكبار وعند الصغار. لأننا إذا أردنا أن نتخلص من قضية معينة يجب أن تكون هناك فيه حالة من حالات المفهومية والوعي الواسع والثقافة الواسعة. ليش؟ لأن هناك حديث يقول: الناس أعداء شنو؟ ما جهلوا. الناس أعداء ما جهلوا. فإذا أردت أن لا تكون عدوا لشيء أنت تجهله، فعليك أن تكون صاحب علم، صاحب معرفة، صاحب ثقافة، وإلا سوف تتوقف عند كثير من الأشياء وهي في مصلحتك لكنك تجهلها، لا تعرفها، ومن هنا تتوقف، ما تأخذ بها وما تستفيد منها. لكن مع هذا الوقت الضيق نحاول أن نختزل الكلام والموضوع، بحيث أن نوصل الليلة هاي الفكرة ونبدأ فيها عمليا بخطوات فعلية، وهي قضية جدا مهمة، أن أخلص طفلي من الخوف، من عقدة الخوف. وهناك كثير جن اتصالات من أمهات يقولون: أبنائنا يخافون. ليش يخافون؟ أكو عقدة عند موجودة عندهم، عقدة الخوف. ليش؟ تعاسوا لهم جامعة، تعاسوا لهم حجاب، تعاسوا لهم بدل شنو. لا، مو كل شيء تعال سو جامعة وسو حجاب وسو كذا. لا لا، أكو مجالات أخرى، مجالات ثقافية إحنا بعيدين عنها، ما عندنا معرفة بها، ما عندنا اطلاع زائد بها، لذلك نتصور أن كل شيء هذا مو في متناول إيدنا، هو موجود بس إحنا مبتعدين عنه. لذلك نبدأ
وبدايتنا بقوله تعالى عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولا نبارك لكم هذه المناسبة الجليلة الشريفة، مولد مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه، ونبارك لكم أيضا أن بلغنا الله وإياكم شهر رجب، وهذا في كلام كثير. الوقت الزماني هذا شهر رجب يحتاج إلى حديث، ونسأله أن يبلغنا أيضا شهر شعبان وشهر رمضان. هذه أشهر إليها خصوصية عالية عالية عند الله سبحانه وتعالى، ويسمى برجب الأصب، لأن الله عز وجل يصب فيه الرحمة صبا، مو بالقطارة، لا أكو دفع. الخوف صفة فيها جنب إيجابية وجنب سلبية. وإحنا نريد نتحدث عن الجنب السلبية مو الجنب الإيجابية، لأن الجنب الإيجابية يجب أن تكون موجودة. لأن الإنسان إذا فقد عنصر الخوف نهائيا يصل ربما أنه لا يخاف الله عز وجل، هذه مشكلة، يعني يطلع من محذور ويقع في محذور آخر كبير. عقدة الخوف هي الصفة اللي فيها الجنب السلبية نريد نعالجها. أولا نجي نشوف أسباب هذه الحالة اللي موجودة عند معظم أطفالنا، من وين هذه جاية؟ الله كاتب عليهم مشكل؟ لو أكو أسباب موجودة تتولد منها هذه الصفة عندهم، هناك طبعا أربعة أسباب أحصيتها، موجود أكثر بس اختصرت على أربعة. أول الأسباب التي تؤدي إلى وجود حالة الخوف السلبية أو عقدة الخوف السلبية هي العامل الوراثي، وهذا عامل نسبي أيضا مو عامل كلي، لا وإنما عامل نسبي يمكن يتخطاه الإنسان إذا برمج القضية في مجال العلاج يتخطر هذا الشيء، لكن هي أيضا يمكن أن تكون في الطفل من الجنب الوراثية، لأن الطفل يأخذ كل صفات الموجودة عند الأبوين سواء كان هاي الصفات إيجابية أو صفات سلبية. شوف اجي بالنسبة عند الأطفال وعند الأولاد زين لهذه العائلة أو تلك. السبب الثاني هو أسلوب المعاملة الخاطئ، وهذا ما نشاهده بوضوح جدا عندنا وفي عوائلنا. الأسلوب طبعا بعض الآباء وبعض الأمهات، احنا ما نجي نعمم، ما نجي نقول الكل، لا وإنما نقول غالبية أكو موجودة. أسلوبهم تريد توديه إلى المدرسة بأسلوب التخويف، إذا ما تروح أبوك بيضرب، إذا ما تروح المدرس بيضرب،
تريد ما يروح البرادة، البرادة أم البيت، بس ما تريد يطلع للبرادة، تقول له إذا طلعت هناك أم الخضر والليف بشوفها حتى لا يروح. أسلوبنا هالأسلوب طبعا هذا أسلوب خاطئ. هي طبعا تقول ليه من حرصة عليه وخوفة عليه عن السيارات عن كذا، لكن الطريقة شنو؟ مو صحيحة طريقتها، زين مو صحيحة. تريد مثلا الولد او البنت تريد او يريد هو يروح الى بيت جده بيت عمه بيت خاله، زين تخوفه بدكم شرطه هناك يعني عند بدايه الشارع فيخاف. هي حاله تراكميه شويه شويه، يشوف الولد عنده حاله من حالات التهوب وحالات الخوف، بل تصل إلى أن يكون معقد خوف. أسلوبنا مو صحيح. الشيء الثالث من الأساليب التي تؤدي إلى هذه الحالة وهي الصفة عند أطفالنا وجود الجو السيء في الأسرة من صراع بين الأبوين. أكو هناك بعض الأسر ما بين الأب والأم صراع، الأطفال ما يفهمون شنو صاير، بس يشوفون ضرب، بعض الحين توصل الحالة إلى أن الأب يضرب زوجته ويضرب قسوة. هذا الجو طبعا يخلق حالة سلبية من الخوف عند الولد، الأم أيضا عنيفة ويا زوجها وعنيفة ويا أولادها يؤدي إلى هذا. هذا جو غير صحي موبوء، لكن الوباء الموجود فيه مو ميكروب تشوفه يطير، لا، وإنما هي حالات نفسية موجودة عند الأب والأم في هذه الأسرة جوها غير صحي، صراع موجود. صبح صياح، بالظهر صياح، بالليل صياح، ما يهدأ البيت إلا إذا ناموا. هاي الحالة تخلق أيضا شنو؟ حالة سلبية من صفته، تركز تعزز حالة الخوف في نفسية الطفل ويصبح معقد وعنده حالة من حالات الخوف. الشيء الرابع من الأساليب أو الأسباب التي تؤدي إلى وجود حالة الخوف عند الأطفال هو انتشار ثقافة الخوف في المجتمع. المجتمع بعض الأحيان يمر بحالات صراع فيها خوف وجل اضطراب قلق، وربما أنتم عايشين في هذا الجو. هذا الجو الموجود، هاي الثقافة الموجودة في المجتمع من حالات الخوف، هاي أدي انعكاس سلبي على الأطفال. يمكن أنا وإنت لواصلين للأربعين للستين، زين مرة عندنا تجارب، هاي التجارب شنو كسبتنا خبرة، بس هذا الطفل اللي عمره 3 سنوات وأربع سنوات هذا لا، لا زال شنو؟ لا زال بعد ما فاقه الحياة، ما عنده وسع مفهومية في الحياة، ما يدري ايش صاير، بس عنده حالة من حالات الخوف، وهذا خطير جدا. مجتمعنا لازم أيضا يكون مجتمع ثقافته تكون ثقافة تختلف عن ثقافة الخوف والوجل والاضطراب.
وهناك أمثلة كثيرة في هذا الجانب. زين، هذه مجموعة من الأسباب. طبعا احنا اذا اردنا ان نتخلص من هاي القضية عند اطفالنا، علينا اولا انه هاي الاسباب نبعدها، يعني نهيئ الاجواء، نفضيها من هاي الاسباب اللي تؤدي الى حالة الخوف عند الاطفال. الجانب الوراثي احنا قلنا هو جانب نسبي، لكن الجو العائلي يجب أن نصفيه، ننظفه. حتى لو أنا عندي اختلاف مع أهلي، مع زوجتي، مو أمام الأطفال، أقوم بأعمال فيها رهبة، فيها خوف، فيها وجل، فيها اضطراب، زين، من ضرب وشتم وسب وعلى هالمعدل، أصفي جو العائلة، خلي جو آخر. اسلوبنا في تعاملنا مع الاطفال ايضا لازم يتغير، لازم يتبدل. مو اذا اريد امن عنه ما يروح مكان اجي اخوفه، هاي طريقة فاشلة، طريقة مي صحيحة. انت بدل ما تخليه يكون انسان طبيعي، توصل الى حالة ان لا يكون انسان طبيعي، ويتوصل الى عقدة الخوف بعدين اللي ما تقدر تسيطر عليها، لأنها هي تنمو مثل الشجرة، زين، لكن شجرة مضرة. زين، إذا تمكنت من نفسية الإنسان وتمكنت من حالاته العاطفية، ها، هجمت عليه بعدين حتى إذا كبر يشوفه هو الشكل خويف. وبعض الناس واصلين الآن أعمارهم 60 سنة يقول أنا من يجي الليل بعد ما أطلع، هو يبرر يقول لك كذا وكذا، في الواقع داخل نفسه عنده شنو؟ حالة من حالات الرهبة والخوف. ظلام، مكان في ظلام يقول أنا ما أروح، ليش؟ لأنه أكو حالة من حالات الخوف عنده موجودة. فإذا الحل والعلاج في هاي الجنبة، نجي أولا هاي العناصر الأربعة اللي ذكرناها، نجي نزيحها، نبعدها، حتى نحصل على كمالية الشخصية. لأن كمالية الشخصية ليس فقط في المظهر واللباس، لا، الشريعة المقدسة اجي تبني شخصية الإنسان المسلم في الظاهر وفي الباطن، في الصفات وفي السلوك، في القول وفي العمل. شوفوا، إنسان متكامل يحمل حاملة التكاملية في نفسيته، صفات الكرم، صفات الشجاعة، صفات الإخاء، التعاون، عدم الخوف، عنده حالة. طبعا هناك عدة أيضا أشياء نجي نشير إليها بشكل سريع، وحتى نبدأ نحتاج إلى صلوات حيدرية، باقرية، محمدية، فاطمية. صلوا على محمد وآل محمد. سي ضعيفة، ثالثة، وارحمنا بمحمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. احنا مسوين صلوات حتى اذا واحد فيه نودة يقعد، حتى شوية ناخذ اياكم فيها 10 دقائق، ما نطول عليكم لا تخاف. زين، عندنا ايضا اساليب وطرق للعلاج، حتى لأن هاي القضية أنت يكون كبير ما تشعر بيها، ما تحس فيها، بس الصغير لا، وهي مسؤوليتك أنت، مسؤولية الأب، مسؤولية الأم، مسؤولية. لا تفكر بأنه
الله سبحانه وتعالى أعطاك أولاد وكذا وخلاص، وأنت تجيب لهم اللباس وتجيب لهم المأكل وخلاص، لا، حتى في الجانب الديني أنت مسؤول عنهم، حتى في الجانب الثقافي أنت مسؤول عنهم، في الجانب الفكري أنت مسؤول عنهم. أكو عندنا أساليب خاطئة كثيرة، على سبيل المثال، على سبيل المثال، امرأة اليوم بالذات، بالذات على اليوم، تقول أني معودة أولادي من يوم هم صغار أني أسبحهم، هذا شيء زين، شيء طيب، لكن الآن بنتي وصلت إلى سن شنو؟ التكليف، ولا زالت تعتمد علي. شوف هذه طريقة خاطئة، إن تخلي الابن يعتمد عليك وقد بلغ من العمر ما يجب أن يكون هو شنو قادر على أن يتحمل مسؤوليته ويشيل نفسه بنفسه. بالنتيجة إذا وصلت إلى سن التبليغ، زين، أكو هناك محظورات، فلازم الإنسان يتقيد. قل له ما تعرف، شلون ما تعرف؟ بالنتيجة لازم يكون هناك أسلوب والطريقة تتغير تتبدل. زين، أولا بالنسبة إلى علاج قضية الخوف عند الأطفال، أولا إذا شعرنا وعرفنا وفهمنا أن واحد من أبنائنا عنده حالة من حالات الخوف الغير الطبيعية، لأن هناك خوف طبيعي وخوف غير طبيعي، أنت لازم تجي أولا الشخص تشخيص دقيق، هل أن هذا ابنك فعلا عنده حالة من حالات الخوف الغير طبيعية لو لا، أمر ضروري. لأن يقولون إذا العلاج نصفه شنو؟ أن تفهم شنو السبب، تشوفه هل إنه فعلا عنده حالة خوف غير طبيعية لو لا. بنتك مثلا هل عندها حالة خوف غير طبيعية لو لا؟ إذا أنت مو قادر وديه إلى إنسان متخصص، إذا أنت مو قادر، طبعا إذا أنت قادر زين، هذا شيء طيب أن تقدر تشخص، لكن إذا مو قادر على التشخيص وديه إلى إنسان قادر على أن يشخص. هذا أولا. ثانيا، أنت مسؤوليتك أنه تعرف الأسباب، بعد أن عرفت أنه هناك واحد من أبنائي، واحد من بناتي عنده نسبة من الخوف الغير طبيعية، زين، واللي تأثر على مستقبله، أجي بعدين مرحلة ثانية أعرف الأسباب، شنو السبب؟ هل هو سبب الجو العائلي؟ أجي أحله. هل هو جو المدرسة؟ أروح أسأل، لأن في المدرسة بعض الأحيان أيضا يكون هناك مدرسين أو مدرسات، زين، يتعاملون بقسوة مع الطفل إلا بحيث أنه يوصل إلى حالة من حالات الخوف الغير طبيعية. أبحث عن السبب، أشوف السبب وين بالضبط، وين السبب، واحد اثنين ثلاثة من الأسباب أجي أدرجها وأخليها أمامي، أن هذه أسباب أدت إلى أن صار ولدي أو بنتي في هاي الحالة هذه. أمر ثالث أيضا، بعد أن شخصت وعرفت الأسباب، أجي وأحاول أبحث عن العلاج المناسب. علاج مناسب، العلاج المناسب للطفل هو أن تقوم وياه وتسعى وياه على أنه هاي الحالة الموجودة عنده حالة مرنة على أنه هذا شيء عادي وطبيعي، يعني تقوم بعملية تمرين إليه،
مثلا نضرب مثال، ولدي يخاف من الظلام، إذا أقول له روح للغرفة الكذائية والغرفة الكذائية ما مولع النور ما يروح، يقول أمي يجي وياي لازم أو أخوي يجي وياي لازم، ما يروح. وش يسوي يا هذا؟ هذا لا تركه ولا تعصب عليه ولا تضربه لأنه ما جاب، لا مو ما يريد يجيب، وإنما عنده أكو شيء داخل نفسي هو اللي يمنعه. فأنت لا تصور أنه ما يطاوعك، لأن البعض الآباء يقول هذا ما يطاوعني وهذا شباب. تعال أخذ وياه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، خلي الغرفة مطفية وقل له روح جيب الحاجة الكذائية وتعاوية لباب الغرفة وادخل شوية، وخله هو يدخل شوية مرنة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، يعني قم بعملية تمرين إلى الولد ها حتى يصير عند الحالة شنو؟ حالة طبيعية، هذا الظلام ما يخوف. أيضا اقعد وياه في بعض الأحيان لحظات معينة زين في مكان شوية في ظلام، هذا إذا كان عنده خوف مسألة الظلام. إذا عنده مثلا حالة خوف من الأم مثلا، بعض الأحيان الأم شادة قاسية لازم تلفت نظرها، بعض الأحيان يكون من الأب هو السبب، هو عنيف هو قاسي، يجي ولده على قولتنا ما كل الخزرة، والبعض أيضا شنو يمخلي العصاية يمه ومعلقينها فوق، أنزل العصاية موجود، ترى هاي الحالات. هذا الولد بعض الأحيان زين طبعا هم يكبر الولد يتخذ موقف آخر، ما دام هو ضعيف مسالم وياك على حسب ما أدري، لكن شوية من يكبر ويعرف أن عنده قوة، وأنت كل ما تكبر شنو تضعف، زين تتغير حالة التعامل معه تتغير. فلذلك أنت أنظر إلى هاي الحالة، هالفارق الزمني زين، إذا كان السبب أنت غير، إذا السبب من الأم غير، إذا من الإخوان بعض الأحيان، بعض الأحيان واحد اثنين يقولوا لا هذا ما نباه يعني هذا يصير، أو أختهم يقولوا لا احنا ما نريده يعني هذا يصير. أنت لازم تبحث، إذا عرفت السبب فتبحث عن العلاج إليه. زين عندك أيضا من الأساليب للعلاج أن دائما وأبدا إخواني آباء شباب تحدثوا مع أبنائكم، تحدثوا وياهم بما يفهمون، بما يفهم ما نجيب تعجب ليه فلسفة، لا تحدثوا إياه عن الكرة، تحدثوا إياه عن الأكل، تحدثوا إياه عن الطلعات، عن برادة، عن كذا، عن الأسماك، تحدثوا إياه وخليه أيضا شنو يتحدث إياك. مو كله صامت في البيت، بعض الآباء صامتين في البيت ما يحشوا، لذلك أولادهم أيضا دائما يقول أبونا موجود خلنا نحشي، لكن من يطلع تشوف صراخ مواصل له الشارع الرئيسي. تعال اقعد مع ابنك اتحدث وياه، تكلم وياه في اي موضوع من المواضيع. لطيف اجيب لكم تجربة بس في جنب شوية فيها سلبية، لكن اقولها من باب حتى تعرف ان الطفل ترى راصد، الطفل راصد وبعض الاحيان يصير ناقل. طفل يقول لامه يقول لها انا اشوف بيت ابويا، يعني بيت
أقاربنا ولا أنتين وياهم وتروحين عندهم وتجين عندهم، يعني العائلة ما يحبوش يتكلموا عليش. طبعا هذه سلبية، أن الطفل يجي يتعلم على أنه شنو ينقل، هذا خطأ، هذا أكو خلل في التربية. هي طبعا يجي تقول لي لا هالشكل يحشون، قال لا يحشون على صدر ويكرهوش ما يحبوش، سمعتهم أنا. أي طبعا يلعب دور كبير على شخصية الطفل، بيكون واحد دقيق يا الأولاد. زين نجي أيضا إلى التشجيع الدائم. دائما وأبدا الأب والأم يشجعون أولادهم على مواطن الشجاعة، مو القسوة، لا الشجاعة بإزالة الخوف في أي مجال من المجالات. خليه يكون عنده ثقة في نفسه، خليه يكون عنده قدرة على أن هو يتحمل جنبة من الجوانب، شجعة. خليه دائما حالة التشجيع عندك موجودة، إليه مو كله رهبة وخوف، لأن هذا يزرع في قلبه الخوف، والنتيجة حياته تفشل تتدمر بعض الأحيان، ويصبح إنسان زين يخاف حتى من ظله، وتضطر إلى أنه تلجأ به إلى المستشفى النفسي وإلى الفوالة وإلى الحجابة وإلى وإلى. فتدارك القضية قبل كل شيء. عندنا أيضا إحنا ذكرنا الجو العائلي، الأب والأم عليهم أن يمتلكا قدرة على الهدوء في حالة الخلاف، خصوصا أمام الأطفال، خصوصا أمام الأطفال، قدرة الهدوء أن يكون هادئ. أنا عندي خلاف، هذا الخلاف بإمكاني أنا أحله في مكان آخر مو أمام أولادي. وبعض للأسف بعض الآباء بعض الأمهات ما يدورون طرح مواضيعهم الخلافية إلا وقت الغداء، وقت العشاء، وقت الفطور. هذا هو، هذه أساليب تترك شيء غير طيب على النفسية، نفسية الأولاد يصبحون في حالة معقدة، في حالة غير طبيعية. وهناك أساليب وطرق أخرى أيضا للعلاج، بس إحنا نكتفي بهذه الليلة في هذا القدر اللي من خلاله أنه نبدأ خطوة أولى مع أولادنا الصغار حتى نحفظ شخصيتهم، مثل ما نحفظ وجودهم ونخاف عليهم، أيضا نحفظ شخصيتهم الثقافية والفكرية والنفسية. لذلك أنا أنصح إخواني في هذا المأتم المبارك، ولمتكم لمة طيبة وخطواتكم جدا حلوة، سووا برامج للأطفال في الماتم واحضروا حتى لو هم أطفال، وتدرون دوشة وخبصة وقومة وقعدة، بس تحملوهم، سووا لهم برامج، يجي قداميك ويتكلم وانت اقعد معك وشكال مقدار نصف ساعة ساعة الاربع، اقعد شجع حاضر، خلوها كمؤسسة، مؤسسة تنتج. هذا بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات يطلع لك جيل، كل جيل شنو؟ مثقف واعي فاهم، صاحب نفسية متألقة، صاحب نفسية شجاعة، يجي يحشي أمام الكاميرا أمام المذياع وتشوفه كأنما هو رجل، لكن عقله عقل رجل، ولكن سنه سن شنو؟ صغير لا زال. البعض يقول لا أطفال شو نسوي فيهم، خطأ، أو لا يجون الماتم، لا يجون المسجد، هذا كله غير صحيح.
انت اذا ما تلم يجي غيرك لم ويروح بعدين يحمل ثقافة اخرى ويحمل فكر اخر وبعد فترة تقول ما اتمنى ما حد يحضر. ليش ما حد يحضر؟ وين الشباب؟ الشباب اذا ما تغذيه بالفكر الصحيح بالعقيدة الصحيحة طبعا باشر لا تترجم منه باشر يجي يشارك ويقعد وياك ها ويسمع قولك لا خلاص. ومن شب على شيء شاب عليه وكما تزرع تنتج. الآن عالمنا الموجود المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية والرياضية زين يجون لجيل الشباب ويستفيدون منهم وينشئوهم ويعلموهم ويدربوهم على الطرق اللي هم يريدوها. الرياضيين ما يجون لواحد كبير، يجون لا لواحد صغير اللي جسمه قادر على أن يكون عنده مرونة في أخذ التمارين الرياضية زين وينشأ ويستوي. لذلك مولانا الإمام الباقر يطلقها في هالليلة كلمة للشيعة المحبين الموالين: الكمال كل الكمال في التفقه في الدين والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة. انت باكر اذا ملكت الشاب نفسية إيمانية قوية في مصاف الأقوياء هذا باكر يعتمد عليه في كل مكان وان ما تخليه هو شاهد نفسه وده اللي يحب أهل البيت. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا الإمام الباقر عليه السلام ولد في المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ذلك في أول شهر رجب المرجب في عام 57 للهجرة. أمه فاطمة بنت مولاي الحسن بن علي عليهم السلام، وكان لها شأن عظيما ومكان كبير عند الله، حتى قيل أنها مرت على حائطا يريد أن يقع وهي مجتازة عليه، فأشارت إليه قائلة: لم يأذن الله لك، قف مكانك. فوقف حتى جازت لمولانا الإمام الباقر عليه السلام. هذا دليل على أنها كريمة على الله، طاهرة مطهرة. لذلك لما حملت بمولانا الإمام الباقر عليه السلام لم تحس بوجع ولا ألائم حتى حان وقت ولادتها، واضطجعت على مضجعها فخرج ساجدا مكبرا. ابن أبي طالب صلوات زن والحسين صلوات ربي عليه. آه
ومعالي ومعالي علاهم ما له حد. إنهم قد علوا مقاما وسؤدد، فمنار الأنام أعني محمد سيد كان في الدعاء مجابا. باقر العلم من بني من بني من بني من بني عدنان، باقر العلم من بني عدنان، ما له في مكارم النفس ثاني، فهو ملجأ العفاة في الحدثان، وحما يستجار فيه أو يستجير فيه العاني حين يلقى من الزمان صعابا. يا له الله من إمام مهيمن، حبه يوم الحشر جنات عدن، محسن في أخلاقه أي محسن، وجواد في جوده مثل مزم يهطل القطر وافيا صبابا. كل علم مدبج من علومه، وفنون العلوم في مرقومه، خلته الباد مشرقا في نجومه، سابق الأذكياء في مفهومه، مثل سيل غطى الحصى والترابا. سيد في إعلاله إجلالا، في معاليه تضرب الأمثال، فهو كنز للمعوزين كمالا، يتجلى منه السخاء والكمالا، كان عافيا وسيدا أوابا. إن معروفه له أصداء، ومعاليه ما لهن انتهاء، بسخاء من دونه الأسخياء، في نوال من دونه الكرماء، أي ثاوي قد أعجز الحسابا. يا بني المصطفى هواكم فخر، وولاكم في الحشر نعم الدخر، وهو يوم الجزاء لدى الله أجر، إن هذا وعزة المجد سر الله، سر تعنو له العظماء. باقر العلم يا رفيع المقام، باقر العلم
يا رفيع المقام يا ابن طه ويا إمام الزمان وشفيع العصاة يوم الزحام يا أبا جعفر عليك سلامي يا أبا جعفر عليك سلامي مستمرا ما ناحت الورقاء اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم واحفظ زوار الحسين أشركنا في دعائهم وفي زيارتهم يا كريم ثبتنا على ولاء آل محمد يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتى الحاضرين وموتى المؤمنين للجميع نودي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات